exciting, more interesting, more exciting, and more famous, and more exclusive. And we have films, you know, for the moment. What do you think of the movies that have been part and have been participating in the festival? What is your opinion on movies that have been from Japanese films are getting a new day, lovely ideas, new stuff that you didn't think what you actually would do. That we're trying to make American remakes or movie remakes. Di mana mata itu sesuatu ketir? ارتفعت الحساسية الثقافية والخصوصية بتاعت المجتمعات بتاعتنا في استقبال الأفلام. عندنا الشرط الأول طبعا الأفلام تكون جيدة جدا ومتميزة فنيا، وإنه ما يكون عندها حاجات أساسية، إنها هي ما تكون بتسيء لأديان، ما بتكون بتسيء لأجناس، ما بتكون بتسيء لأعراق معينة. ده شروط. تلقية طويلة برضو عربية، منها فيلم لأول مرة يتعرض في العالم العربي وفي أفريقيا، فيلم اسمه آخر أيام المدينة. يعني احنا اخذنا حق عرضه الاول في العالم العربي الافريقي، وهو كان شارك في مهرجان برلين ولفه لفه كده في المهرجانات العظيمه في العالم. الذاكرة السنة دي فكرنا انه احنا محتاجين نربط الثيم ده بمكان نعرفه الافتتاح. شفنا انه السكة حديد هي حاجة مناسبة جدا، لانه السكة حديد ذاكرة معظم السودانيين مرتبطة بها الناس.